بعد اصبحت مدير فني لمراكز الشباب، حسب رايك ما اصعب ايهما اصعب، السعي وراء نجاح الفريق الاول ام التكوين القاعدي؟ مرحبا بك، مرحبا بكل الجماهير في صفاقس، في تونس، خارج تونس. بالنسبه للمدير الفني، نعرف اذا ديما نقول راهو تطوير الكره كي نشوفوا الناس اللي احسن منا. اليوم في اوروبا ثم مدير فني، هو مدير فني عام اللي يسير لك الفريق كامل. باش تسير معناها شبان وباش تسير فريق اول، ديما شبان عندها ميزه صعوبه متاعها، اللهوه الخاصه، توفير العنايه، لان هي اللي باش تكون ممول للفريق الاول. لكن ما تنجمش اليوم في الكره العصريه تحذف السلسله اللي لابد ان تكون متواصله. مثلا نعطيك ديما ناخذوا الامثله اللي احسن منها، البايرن تربط ديما الشبان بالفريق الاول، معناها تكون سلسله وحلقه باش المدير الفني يلقى راحته، باش يختم، باش ينجم يطلع لاعبين، باش ينجم يجتمع بالمدرب نتاع سينيور، باش ينجم يجتمع بالستاف نتاع سينيور، باش ينجم يجتمع بالمدربين نتاع الشبان، باش تكون حلقه بين مدربين الشبان ومدرب الاول. لابد ان تكون، ما تكونش حلقه فراغ. في اوروبا ما ثماش مدرب سينيور يخدم وحده من غير اجتماع كل شهر مع مدربين الشبان ومع المدير الفني. يعني التكامل في الكره العصريه لابد ان يكون، لما يكون ما ثماش تكامل راي طريق مدير فني وشبان وغيره، هذه 20 سنه انتهت من موضوع الكره. ثم شبان صحيح نخدموا فيهم بخدمه باستراتيجيه، لكن السلسله والحلقه لابد ان تكون متواصله وبين الفريق الاول وبين الشبان. اليوم عندنا كفاءات كبيره في المدربين في الاصناف الشابه، لكن ورغم الترشح عند الشبان بتاعنا لمرحله التتويج، الا انه الاصناف لم يتوجوا بلقب البطوله، وخاصه صنف النخبه يعتبر من اهم الانديه في البطوله التونسيه لموسم، حسب رايك شنو الاسباب؟ والله شوف، قبل ما نحكي على الاسباب، اليوم النتائج موجوده. اليوم كي تشوف فريق النخبه تونس كامله تحب تفك لنا الجوارات نتاعها، معناها بلغه الكوره فريق النخبه احسن فريق موجود حاليا في الصنف نتاعو في مستوى تونس كامله. لما تلعب، نعطيك احصائيه، تعرف نحن كفريق النادي صفاقسي منعنا من طرف الفيفا من الانتدابات، باش تفهم الناس، مش في السينيور برك، حتى في الشبان. ورغم هذا نعطيك ميزانيه شبان الترجي، ميزانيه كبيره خاصتها الترجي للشبان، الانتدابات بجابت لاعبين للامال، بجابت لاعبين الاواسط، بجابت لاعبين الادني، هذه توفر لك الالقاب. ولو تنحكيو على الموضوع هذا، نحن ما وفرناش ولا مليم لان ممنوعين من الانتدابات. ترجي 400 مليون، نجم الساحلي سمعت ما يقارب 320، نادي افريقي 250 مليون، يعني مبالغ كبيره ياسر هذه للانتدابات. اليوم تجي تلقى نحن من غير ما جبنا انتدابات بحكم منع الفيفا، فريق النخبه لاعبين لما جاء المنع بتاع الفيفا فريق اخر يتعب، زودنا خدمنا اعطينا 8 لاعبين ولا 7 الفريق الاكابر اللي هما برزوا واللي بداوا يلعبوا واللي كانوا دعم الفريق الاكابر. هذوما نشوفهم مشروع مادي ومشروع معنوي باش يكون للفريق لفترات. المعنوي هو الالقاب، المادي نجور ممكن يلعب لك عامين ثلاثة بعد يمشي لأوروبا في عمر 22 سنة. اليوم تلقى أمامه قلب دفاع من أحسن ما موجود في تونس، السن 19 سنة 20 سنة، تلقى هنيد السن 19 20 سنة، تلقى الدكدوك 18 سنة، تلقى الغداء والحمروني اللي أنا عندي قناعة كبيرة كبيرة بهم الاثنين 20 سنة 19 سنة، تلقى الوليد القروي من أحسن ما عندنا في وسط الميدان 19 20 سنة، تلقى الوليد بوحاجب 21 ولا 22 سنة، تلقى الحباسي 20 سنة، الشواط 20، معناها تلقى لاعبين في العشرين وواحد وعشرين سنة وتسعتاش سنة، فريق كامل. اللجمي الطري اللي هم نشوفهم قاعدين يبرزوا بشو مكانهم في الأكابر، تلقى مرتضى بن سعادة قلب دفاع الأواسط والمنتخب 18 سنة، معناها ذايا في البروجي، تلقى حبشة وسط ميدان على الرواق الأيمن، تلقى الوليد هارون أصغر من أحسن من أنا نشوف مشروع السويح، ومن غايتي انه ما يلعبش، معناها حبينا ما يلعب من الكادي يطلع الاسبوار. وهذه سياسه تجاوز المراحل باش نوفروا اللاعبين اللي باش يزودوا فريق الاكابر. الالقاب لعبنا الاربع القاب، جبنا 2 القاب 3 القاب اللي هما الاداني الاصاغر باء والمدارس خذوا البطوله، يعني 3 القاب. كنا نلعب على 5 القاب بدون انتدابات، يعني انجاز. اللقب نتاع اللي يبقى ديما في بالي هو لقب الامال، تحرمت منه مدرب نعتبره مدرب كفء جدا هو نيس عبد القادر بوجلبان، معاه مساعد من احسن ما موجودين التريكي محاضر، ثم نلقاو حمزه البعثي ونلقاو لمجد شيخ روحه مدرب حراس،
مدير فني خدمنا مع سيرياض الشرفي. اليوم كي تشوف اللقب نتاع الكاس عمري ما ننساه، الكاس وتعرف تونس كامله اش حصل لنا في الترجي، نفس الحكايه اش حصل لنا في بارك بي، في تفرجتوا كلكم شفتوا ضربه جزاء. يعني لو تجيب اي انسان مبتدئ في كره القدم يقول لك ضربه جزاء، نحرمه من لقب. نشوف الدوبلي نتاع نادي صفاقسي، ضيف عليهم الدوبلي، اليوم عندك 6 ألقاب بالدوبلي، انجاز ما جابوش حتى فريق حتى بالانتدابات، هذا كل حرمنا منه. ما نجمش نكون ضد التيار، هذيك السياسه نتاع كره القدم في تونس، لكن انا ما نقيمش الالقاب النجاح، رغم ان الالقاب جبناها، نجاح الفريق هو بتكوينه والقاعده نتاع الفورماسيون باش تعطي جوارات. لانه من المضحك والمبكي، المضحك مبكي في اوروبا لما تجي تحكي كمدير فني مع 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 رؤساء ولا مع مع جمهور ولا مع ديليجونات تحكي لهم على القاب، لانه مدير فني يقول لك انا الناس في اوروبا يقول لك انت راهو نحن نحبوا التكوين، نحن نحبوا جوارات، نحن نحبوا نطلعوا جوارات، نحبوا نبيعوا جوارات في المستقبل، نحبوا ندخلوا فلوس. هذه سياسه، لانه من العار كلمه كبيره اني نتحدث على لقب في المدارس وفي نعم نعلم اولادي الربح، نعلمهم لغه الالقاب، لغه الالقاب الصادقه تو يجي لقب ونخدموا عليه، لكن لغه الكذب اني انا مدرب قبل ما اكون مدير فني، خدمت برشا في كاتيجوريات الكل اصناف الكل من 6 سنين حتى للسينيور خدمتهم الكل. كي تجي اليوم تشد كمدرب نجم نسرق لقب في الليجان، في السينيور صعيبه لاني عمل الحظ موجود، السينيور حاجه اخرى، لكن في الاسبوار حاجه اخرى، هل المينيم والكول والكادي نجم نسرق لك لقب ونغشك به، نسرقك وقت اللي انا عندي قلب دفاع باهي طويل في الصغار مينيم، وعندي ريجيسور بلغه الكره تكنيسيان، وعندي اتاكون قوي ويماركي، بالثلاثة ذوما أرمي كورة تك تك نجيبوا اللقب. لكن أنا قضيت على مشروع فريق كامل. أنا حكيت حاجة مرة في اجتماع المدربين وقلت قبل مرة، كان عندنا مدير فني 70 سنة، تاريخه يشهد، محاضر دولي، ناس غادي تعطي قدر الناس، عندنا مدرب 17 سنة خذا دوبلي في تونس يحطوها فوق العناق، جينا في اجتماع جاب له الميداي نتاعو فلوسه رجمه اموره كل شيء مريقله، قالوا نهنيك، واعطى الليست نتاع المدربين اللي باش يخدموا العام الجاي اسمه مش موجود فيها، ما ياخذ دوبلي. قالوا راهو شوف فريق اخر وكذا انت نجحت. من بعد جيت انا نحكي معه بعد شهر والمدرب عليه، قال لي المدرب هذاك غشني، انا عندي 20 جوار، ال 20 جوار 17 جوار ما تقدموش، هو قاعد يخدم بثلاثه، اورمي كوره فون سونتر، قال لي جاباري ماركي بونت وقت بالراس، عنده التكنيك، ريجيسور يعمل لك يحط الكوره اكسيا بثلاثه ذوكم، قال لي انا لا عندي لا ري دروا، لا عندي لا ري جوش، لا عندي لا ريجيسور، لا عندي كذا. الراجل يحكي بمنظومه 20 لاعب، انا قضالي، قال لي والايام بيناتنا، يجي نهار وتشوف الاكيبه هذيك مش تلقى بها حتى واحد، كان لقيت 2 انجاز ودارت الايام وشفت الاكيبه هذيك ما لقيتش، ممكن لقيت واحد برك طلع واحتياطي، وطلعنا من 15 سنه و19 اللي هما في فرق ما خدتش الالقاب، لكن 6 و5 هذه هي الكوره، هذه الناس اللي فاهمه كوره، لغه الغش وخذينا لقب ونمشي في قهوه نحكي انا خذينا كوب وانا خذينا كاس، ومن بعد كاس باش خذيناه، شنو هي كاس، شنو هي بطوله، بطوله توجيه في اوروبا، في بعض الدول الاوروبيه حذفت منظومه البطوله والكاس من المينيم والكول والكادي بي، ممكن من الكادي ا نحكي على الامور هذه، حذفتها من مخيل، ثم دي تورنوات تعمل له كذا، كوني وخدمني. المدربين اليوم في تونس عليهم ضغط، يبدا قاعد على البنك وخايف، مدرب شبان راهو شيء يبكي، خايف لانه يعرف لو ما جابش لقب ولا خسر زوج بارتيات تدور عليه الدنيا. انا بالعكس حطيت اريحيه للمدربين، وهذه جعلت علاقه نقول علاقه وطيده بيني وبين المدربين، وممكن يزموا الانسان اللي فاهم كوره وعنده بعد نظري يفهمها، المدرب يزموا يلقى اريحيه. كيفاش مدرب انا نعمل له ضغط على نتيجه خسر لي غدوه كونتر الترجي ولا كونتر الكلوب تقلب الدنيا، ولا ما جابليش لقب نطرد، وشنو هي المشكله؟ المدرب قاعد يخدم، قاعد نشوف في خدمه، المدرب شبان يلزم ياخذ اريحيه ويلزم يتواصل في العمل نتاعو ويلزم ينجح. يعني هذه هي المدرب، انا معناها نشوف حتى في اوروبا مشينا مانيش نعطي اسم فريق، مشينا فريق تونسي عنده مدير فني اجنبي، ممكن تفهم لانه قلت لك راني عشت 25 سنه في اوروبا. لعبوا ليكول وهذه مش بعيده في دوره عندها شهر، خسروا المباريات الكل. لكن انا نتفرج عجبوني ليكول هذوك. شو يقولوا لي المدربين نتاعنا؟ ونعطي لسامي اللي هو سي صاب الفتوي وسي انيس العادي معنا، شافوا ستركتور باهيه وفرحوا. قال لي سي عبد الحق نحب نعرف، انت كلمتك ديما تقول توا فهمت، انا نحس روحي تحت ضغط حتى في ايكول. قال لي هاو الفريق هذا نحترم، ما جابش 3 بارتيات لعبه وخارجين لي زونترونور يضحكوا كذا، كي حكاوا لي زونترونور نتاعنا
حكاو مع المدربين هذوما من الفريق، قال لهم لا راهو الديريكتور تكنيك نتاعنا راهو اوروبي، قال لي كوني راهو يقول كوني وبرا خصنا ثلاثه بارتيت العبوا لي كوره، انت كي تلعب الكوره راك باش تقبل، كي تغطي وحظبه وقول راك باش تربح، تعلم توجي توجي للانتصارات. قعدوا باهتين في السياسه معناها، قال لي شيخين وتراتين. قلت له شفت هاك شفت في كيبات اخرى مدرب يقول يخسر تنوع كيما غير الاوليه تاكلوا والناس تاكلوا والناس تهز تليفونات وما هزش وعمل. الكوره عندها حاجات اخرى بعيده على بلادنا، ان شاء الله نطوروا لها ونوصلوا لها. عندنا بالنسبه للاصناف صنف النخبه شبان ولاعبين معناتها عندهم دور هام ومتالقين، لكن للاسف ما لقاوش فرصتها كما زملاء معناتها في الاكابر. نذكر معناتها النجمي وماركو اللاعبين عندهم وضعهم عندهم مكانتهم تو ياخذوها، لان الكره احيانا فلسفه المدربين تختلف، كل مدرب عنده فلسفه نحترمه فيها. ثم مدرب يجي يشوف اللاعب هذا ينجم يكون عنده ينجم يكون عنده ويكون اللاعب المحبب، ثم مدرب يجي يقول لك هذا ما يتمشاش مع التكتيك نتاع هذا، يلزم يفهمها اللاعب، يلزمك تلعب انت، لانه اليوم اذا مدرب موجود راهو باش يمشي مع مين؟ ثم مدرب في تونس 12 شهر جمعه ويمشي. اليوم انت راك تلعب الكاريير نتاعك، هذا اللي نفسر فيه للجوارات نتاعي. اليوم كي نتحدثوا حتى ثم الهوش، الهوش بالنسبه لي انا جوار كبير صانع العاب. نياركو نختلف معك شويه، نياركو نشوف انه كلاعب اجنبي، لان تعلمت في اوروبا كي تجيب لاعب اجنبي يقول لك الالماني يقول لك يزم عالي على اولادي برش، ما يكونش هكا وهكا وهكا، يزمو هكا طاير بهم بلغه الكوره. معناها كي نياركو يزمو يكون اقوى من لاعبين، لاعب منضبط، لاعب ينجم يعطي لكن يزمو يتقوى برشا، خاطر راك محسوب عليا كاجنبي. في سياستي كيف تجيب اجنبي لازم يكون اقوى من ولادي 80%، حتى يكون 70% 60% اقوى من ولادي نخير واحد من ولادي. بالنسبه للجمي والطري انا حدثتك عليهم، الطري نعتبره لاعب شي يقال معناه ثم فنيا ولا حاجه يقول لك ممكن قصر القامه. الطري اكثر لاعب يربح الثنائيات الهوائيه، اكثر واحد كي تشوف لابوي نتاعو كيفاش ياخذ الكره في الديال اقوى جوار. ثم جوارات عندها الميزه هذيك، جوار قوي، اللجمي تكنيسيان جوار باهي مستقبله تقلق، لكن كنت قريب لهم الهوش باش يصبروا، راي الفرصه باش تجي. السياسه علاش نخدموا على المونتال نحن اللي في تونس ما يمنوش بها وما يعرفوهاش. نعطيك بسطه، منتخبات الشبان 17 سنه ديما 17 16 سنه نمشيو نشاركوا في كوب دافريك، مشينا مرتين كوب دي موند مع الكانزاري ومع صالح عبد الحي، عمرنا ما مشينا بـ U19، عمرنا ما مشينا بـ U21، وعمرنا ما باش نمشيو، على خاطر تأطير اللاعب من 17 ل 21 سنة هذيك قوة الديريكسيون وقوة التكنيك وقوة لي زونترونور. ثم جوار يوصل 17 سنة، ياما جوار تفاقس في تاريخه، أنا نعطيك مرحلة 10 سنين السابقة، وأنتم تعرف جينيور سبورت تفاقس كي تفرش في جوارات تعشق اللعب، وين جوارات هذيك؟ أنا كي جيت نادي تفاقسي 24 لاعب في السينيور فيهم 22 لاعب منتدبين. معناها سؤال باش تأطر اللاعب تأطره في مخه في ماكلته، نقريو فيها مونتال كيفاش يعيش، كيفاش عنده بعد قصير في حياته، كيفاش عنده بعد متوسط، كيفاش عنده بعد مدى. راهو جوار كيما 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 الانجنيور كيما طبيب، يلزمك عندك سياسه. اليوم باش نفكر باش نخدم الشهر هذا، ايش عندي خدمه وعندي بروجي نتاع 5 ولا 10 سنين في حياتي باش نكون محترف بالانضباط، مخي نظيف، بعديد الاشياء هذه ما نخدم. هذه قوة الألمان وقوة الفرنسيس وقوة الإنجليز، نحن هنا من 17 21 ما عندنا حتى شيء. الجوار يدخل فترة صعيبة، أنت حتى يبدأ عندك ولدك 17 18 سنة تتعب فيه، معناها كيفاش تأطروا. هذه حلقة راهي في منتخب في المنتخبات، وتحدثنا فيها حتى مع الإدارة الفنية في الجامعة، معناها هذه حلقة يمنوا بها ويعرفوها إن شاء الله نتجاوزوها. لكن اللاعبين اللي قلت لك عليهم راهو عندهم مستقبلهم، وقلت لك راهو فريق النخبة أنا نعتبر أقوى فريق في الدوري التونسي. ترجي هزت البطولة وهي تستعرف انه فريق النخبه شافوا فريق كبير، فريق خدمنا فيه، فريق كان المزود للفريق الاول. يعني بلغه اخرى باش نقول لك القماش موجود، معناه انا باش نكون اليوم معك واضح انه نجموا نخدموا باللي عندنا حتى لو عندنا منع انتدابات، وننتظروا ديسمبر، وديسمبر ما ندخلوش في زوبعه الانتدابات وهذا جابنا وهذا. باش تنتدب راهي تعرف معناها باش تنتدب، راهو عندك قبل 6 شهور حاجه في مخك، لانه راهو المدرب، شوف استراتيجيه النادي لا تبنى على مدرب، تبنى على مدير فني واستراتيجيه فريق. استراتيجيه الفريق هي اللي باش تمشي به، ينجم اليوم يجيك جيرهارد، غدوه يجيك بيتر، غدوه يجيك عبد الحق، غدوه يجيك فوزي بزرتي، تتغير هما باش يمشيوا، هذا يخدم عام، هذا 6 شهور هذا. لكن سياسه الفريق هي السياسه اللي باش تبقى. تبني سياسه تبني. حتى كي يجي المدرب يلتزم شويه بسياسه الفريق، عنده فلسفته لازمك تحترمها. سياسة الفريق هي اللي باش تمشي بها، سياسة الفريق هي شبانة، هي اللي باش نمشيو بيه، هي الخدمة النظيفة اللي باش توصل لك،
هذه هي الخدمة. ما تنجمش اليوم تقرر حاجة يجيك مدرب يعطيك فلسفة أخرى، المدرب هذاك تنحى، المدرب ما جابش نتائج، وتبقى أنت تعوم عندك السياسة. السياسة هي القماش اللي نبنيه فيه تو. انتدابات، أنا أقول ما تفوتش ثلاثة انتدابات قيمة باش تفيدك، لاعبين عندهم وزنهم في التيران، ودي ما تمشي الأمور إن شاء الله. والله شوف ما نجمش نعطي أسماء حتى لا أكون مانجر باش نروج أسماء، لكن إن شاء الله إن شاء الله تقييم النادي الصفاقسي يزمو صنع ألعاب، يزمو صنع ألعاب، لأنه عنا صمام، عنا نحن أحسن قلب دفاع في تونس. أنت كتشوف بن صالح، مرياح، هنيد، عمامه، بن يونس، ما تلقاش في حتى فريق كبير. نخدمه مع المثلوثي ثم العيادي، نجمش يكون زاد مدافع أيمن آخر ثلاثة، لكن على الجهة اليسرى نخول نعطي لأولاد الجمعية الغداء والحمروني قبل ما ننتدب إن شاء الله ياخذوا فرصته. وسط الميدان عنا ذخيرة، القروية، العواضي، اللجمي، الطري، ما نعرفش فالو كان بقى، لأنك عندك في مكانه ناس أخرى. وسط ميدان صانع ألعاب ينقص النادي الصفاقسي. عنا ندوي وعنا شوات المفاجأة والحلقة اللي خدمنا عليها، واللي وفروا الديريكسيون تكنيك، واللي وفروا أنيس عبد القادر أبو جلبان لأنه خدم معنا وجاء من إصابة، ما جاش هكاك وقبل خذا فرصته وما نجحش، اليوم نجح. هذا يكون راه فضل للديريكسيون، للديريكتور تكنيك، والمدرب الأمال والطاقم كامل بتاع مدرب الأمال اللي حضره لك باش يعطيك. أنا نتصور يعجبني ياسر الوليد، ان شاء الله ربي معناه خدام عاقل، لانه الخدام والعاقل يوصل ان شاء الله ربي يبقى عليه ربي الستر. ثم حاجات سلبيه باش تو يحسنها، ينقصنا مهاجم، لانه ندوي مهاجم كبير عنده اصابات تجي تمشي، عنده عقد يبقى من الفريق، ان شاء الله نجيبه مهاجم اخر، لانك احيانا يجي مدرب يحب يلعب ب 4 سنين، يزمك عندك كاس، عندك بطوله، عندك كاس افريقيا العام الجاي، عندك كذا كذا. ان شاء الله معناها مهاجم وصانع العاب اكيد في الانتدابات لازم يكونوا من وزن ثقيل، معناها مش من وزن ثقيل ماديا، معنى الوزن الثقيل نجم تونا هالة إعلامية وناس تخدم أسماء وأشخاص ونجيبهم وما ينجحوش. العين الباهية اللي تجيب لك بمبلغ معين ما يضرش الفريق، وإن شاء الله يكون مستقبل للنادي الصفاقسي. سامح بوحاجب تحسن على المستوى الذهني في الفترة الأخيرة. سامح بوحاجب رجع في فترة مارس، نتفكر جاني في الفترة ذيك ما كانش، اليوم نتحدث واضحين، ما لقاش الأبواب للسيليور، مانيش نرمي ورود. رئيس النادي وقتها كلمني، آمن بيه، قال لي أقف معاه، لقيت شوية صعوبة كيفاش نحطه في السيليور، ما كانش تجاوب. نكون اليوم نكون واضح ونتكلمه ويعرف هو ويسمع الحوار، ولا اللي قلت له تجي تترانا مع النخبة، تجي تجري يا أخويا بلغة الكورة، يجري وريهم اللي أنت عندك رغبة، نحكي لك التفاصيل. وهزيته المركب طيب مهيري، قلت له تعمل جريتين باش يشوفوك، ومشينا للطاقم، قلت له الوليد يجري وراه عمره سينيور باش نجمت ندخله. من الأول فنيا مهاريا لاعب كبير، شوية ذهنيا ما عرفش كيفاش يتماشى، لكن في الفترة الأخيرة شهر شفت سامح بوحاجب آخر، منضبط، أداء جيد، مخه وركح. هذيك الخدمة اللي كنا باش نكملوها. سامح بوحاجب إن شاء الله ياخذ فرصته في السينيور، يزمو يصبر كما نقولوا، ما يتقلقش. ثم جوارتك التقليق هذيك ما تخوش تدمرك في حياتك، تولي ما تلاش بروحك، لكن إن شاء الله جوارات هذوما يلقاو ناس قريبة ليهم باش نجم توصلهم للفريق الأول. هذا اللي قلت لك في الأول، قلت لك أنا فرحان اليوم، ربي سبحانه وتعالى ديما ينصف الناس، وديما معناه ما كي تخدم تلقى. أنا من الألمان أمة عيسى يقولوا لك معناه كي تخدم راه ثم إله باش يعطيك حقك، لأنه التزوير أو باش تغش ما عنده طريق تنجم تنجح فيه فترة 6 شهور عام، لكن الحقيقة هي يقول لك بالألماني دي لوغا هات كورتسا باينة، الكذب عنده ساقين قصيرة، والحق ما داه دويل. اليوم كي تشوف الفرق تتصارع على لاعبين النخبة وعلى لاعبين الأواسط وكذا، نشوف الحفاظ عليهم بطريقة محترفة. في أوروبا الفرق المحترفة اش تعمل؟ الفريق اللي هو جوار متاع مستقبل متاع بروجي في 17 مش في 21، احنا مازلنا يلزم في 17 تكون العقد متاعه حاضر،
ولمدى بعيد وتحسنوا ظروفه المعيشية وظروفه يكون قريب تحبه في النادي تكون قريب ليه تخدم معاه حتى كي تشوفه عام هبط مستوى ما تقلقش تقول أنا صرفت ولا روش يجي نهار ثم بروجي ثم لاعبين بشي نشحوا انت مش كل بشي نشحوا 20 لاعب تاع الشبان انت حاطهم بروجي ثم جوارات باش تكون في الفريق الأول ربح صافي وفلوس صافية احتراف واوا ثم جوارات ان ما عطاوكش قيمه صرفت عليها ولكن مش بالحاجة الكبيرة باش تلقى وما لقيتهمش انت لا باش تلقاهم باش تزود بهم فرق اخرى في الرابطة المحترفة والرابطة الثانية بالتالي انت عندك مورد رزق حتى هما باش نشوف باش يدخلوا لك فلوس وثم اللي باش تعطيه عارة يدخل لك فلوس ويزيد يتحسن في فريق اخر هذه هي السياسة سياسة راهو الفرق في اوروبا تبنى على 10 سنين وعلى 12 سنة وعلى سياسة البرسا بناها كرويف في 30 سنة الستركتور نتاعها تبنات وقعدوا يخدموا بها ما نجمش اليوم في 6 شهور و4 شهور راهو مدير فني يزمو يخدم 3 و5 وغيره باش يعطيك ومدرب يزمو ومدربين معناها السياسة القصيرة والتغييرات وماشي ما عندهاش طريق نقولوا لازمهم رعاية وعقود ونظام ولهوة وما عندك ما تخسر سمعنا كلام رئيس النادي اليونس فيكس السيد مصطفى ماهم انه فما خطه استراتيجيه للاصناف الشابه ابتداء من المدارس وين مستقبل الموسم الجاي والله هو موسم استثنائي موسم اللي جيت ونحن في عقبات في هذا في ذاك اصعب انا علاش نعتبر انا فرحان اللي ينجح في الظروف هذه باذن الله حتى كي تحطه في البرشا تو ينجح ظروف صعيبه برشا ظروف عانيناه فيفا وجامعه وعقاب وعقاب رئيس النادي و معناها من كل النواحي عندها تاثير على 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 الشبان وعندها لكن هذه نعتبرها الايجابيه عرفنا ناخذوا الرعايه نوفروا نخدموا معناها الخطه ان شاء الله خدمنا انا نقول خدمنا فيها 15% 20% مازالت برشا حاجات ينقصنا باش نخدموا ان شاء الله نجيبوا ماتريال ان شاء الله نتلها وان شاء الله العام الجاي نحبوا نعملوا نحن خدمنا نحن الفريق الوحيد اللي يخدم سبيسيفيك التدريب الخاص 12 نحس يخدمها حتى فريق في تونس نخدم فيها انا بيدي يخدم فيها رياض الشرفي جبنا هيكل القمامديه جبنا مدربين شبان باش يتعودوا بالسبيسيفيك اللي هو مش موجود في كثره في تونس السبيسيفيك في الفرق الكبيره هو اللي يطلع لك اللاعبين هو اللي يوفر لك عمام هو اللي يوفر لك شوات هذه ما نجموش نحذفوها ما نجمش نحذفها حتى بشر هو اللي يوفر لك القروي و و و معناها سبيسيفيك نخدموا اسبوار جونيور لاعبين النخبه كدي ا كدي بي لاعبين اللي هما بروجي والسناب نضيفوا فيهم المينيم ا والمينيم بي معناها كي تلقى الحلقه دي مثلا حتى فريق تونسي يعمل كذا شنو ايش معناها حاجتين معناها ان شاء الله يكون الماديات باش توفر لهم ازياء يعني السبيسيفيكيزم عندهم ازياء خاصه وعندها رونق خاص وعندها كره وعندها ماتريال راهو نسبه نجاح اللاعب 70% من الماتريال كره تطورت ياسر ماتريال ثم حاجات توفرت ثم حاجات متوفرتش ان شاء الله القادم ان شاء الله الموسم القادم يكون احسن نتمنى معنا الموسم القادم يكون الماتريال أكثر يكون اللي حكينا الفريق في النخبة متاع في سبيسيفيك جينيور وسبوار وكادي بي وكادي آ والمينيم آ مينيم بي في أوروبا عندهم أزياء خاصة يترنوا بها لأنه اللاعب اللي في الفريق مش في فريق النخبة البروجي يشوف الجوار هذاك نقولوا بلغتنا عنده مريون نايك وشورت نايك في شعار نتفاقسي لكن يكون لون مختلف مثلا ازرق عنده سيرفيسمون نتاعو عنده البروتين نتاع التغذيه نتاعو عنده نحن وصلنا نصوروا فيهم بالتليفون باش نعملوا موتيفاسيون عندها صفحه خاصه عندها كذا هذه الحاجات ثم ماتريال كبير وماتريال مكلف نجم نقولوا ثم ماتريال مش مكلف للكوره ثم الماتريال نتاع الحركه الذهنيه ثم ماتريال كذا جبنا توفرت حاجات هو شافوا سنه ثم ماتريال بامكانيات بسيطه فرحوا به المدربين والاولياء الماتريال وعملنا سال فيزيوناج عم فهمت سال مشكلاسيون يخدموا فيها الشبان معناها توفير المادة يريح إن شاء الله الخطوة الاختناس هناك نبنيه عليها العام الجاي نبنيه عليها عصيح ونبنيه عليها بصدق وببروجي ما جيش اليوم في شهر وشهر ونص نغير الاستراتيجية ونمشي يلزم مدى بعيد نخدم نلقى ثم خدمة آخر العام نتحاسب كيما ناس كل انت عندك شركه تخدم وخلال عام تشوف روحك ايش عملت الشركه نتاعك ما تجيش شهر وشهرين وثلاثه المخطط اللي مبني على الاستراتيجية النظيفة وعلى المدى البعيد وعلى ناس فنيين أنا نقول الفني هو فني والإداري إداري يقول الفني فني ما نجمش حد يدخل في خدمتي أنا هذه تعلمناه ما نجمش اليوم الناحية فني ثم مدربين وثم مدير فني والإداريين يقوموا بالعمل المتحب أنا مش ندخل في عمل الإداري ما نجمش مانيش إداري ما ننجحش فهمت ثم الأعمال لابد والأدوار تقسم حتى ينجح الفريق لأنه الاحتراف راهو مش قلنا رابطة محترفة في تونس ولبسنا كرافتات وجينا في إذاعات وفي برامج رياضية ونحكيوا على الاحتراف الاحتراف راهو شيء آخر راهو كي نشوفوا الاحتراف نبكيوا نحن ما عندناش احتراف لكن نبني ما نعملوش لغة الإعجاز ثم ناس حاولت تعجزني لغة الإعجاز
ثمان ناس حاولت تعجزني يقول لك نجينا لا نحن في تونس عملنا خشبيه تونسي تونسي الوليد راه يتعلم وتعلم ولادنا يتعلم يحط الدبوزه نتاعه ويتعلم يشرب الماء نظيف ويتعلم يرقد بكري ويتعلم ها عملناها نحن اليوم نحن الفريق هي جزئيات بسيطه نعطيها لك لكن بالنسبه لي انا عندها قيمه كمدير فني لاني نبني من ملوط اعطيني فريق في تونس نحن الفريق الوحيد اللي مشينا جبنا دبابس كيما سينيور ليكول جونيور دبابس يتعبى فيهم الماء يعني شيء كارثي اذا في تونس دبوزه ايترا ونص يشربوا منها سته لاعبين وسته لاعبين وسته لاعبين يقسموهم يحطوا لهم دبوزه ايترا ونص ايترا ونص كل بكتيريا وكل انواع البكتيريات وكل انواع الامراض واحد عنده جريب يرتاح لك جوار وجمعتين جبنا اليوم عملنا حتى الجوار معنا الدوش ان شاء الله يكون ضروري لانه الدوش يرتح الميوسكل يبعد على الاصابات ثم حاجات لابد ازياء اللاعبين برامجهم الكور نتاعهم هذه حاجات بسيطه نحن نقريو في جواراتنا نهار الجمعه نقريو فيها مونتال انا واحمد بن كحله يعني حاجات الذهنيه وحاجات كذا الصغار اليوم فيزيوناج اول فريق في تونس اسبوار يعمل فيزيوناج اعطيني فريق في تونس يخدم فيزيوناج نادي شخص يخدم فيها معناها راهو الجزئيات هذه تبنى عليه الجوار كيبدا مضيف في مخه في الفيستير راهو لونترونور قلتها لاولادي قلتها لخياني المدربين اللي هنا في المانيا لونترونور راهو صفاره لونترونور لابس سيرفيتموها بتجري باش يدرب حتى من اليوتيوب نجم طلع لك برشا اكزرسيت وندرب اي واحد ثم فلسفه منهج قوتك في الفيستير كيفاش جواراتك جايين وكيفاش تحكي معاهم كيفاش بروجرامك في يدك كيفاش تحكي لهم على البروجرام ويفهمك وانت كي تحكي معاه قاعد تقوي في التكتيك نتاعو كي يدخل التيران عارف لونتريمون شنيا ويخرجوا منظمين وماتريالها منظم مش واحد يرمي هذه هي لغه الاعجاز في تونس ما نجموش نعملوا انا جاوبتهم قلت لهم في صربيا والبانيا انا دربت فيها البانيا راهي خرجت من حرب دمار ناس كلات بعضها حرب عرقيه حرب دينيه والاولاد تعلموا دخلوا الالمان علموهم والانجليز كوره طايره تو اليوغوسلاف عندهم اقوى كور في تونس شبيه صغير تبارك الله نظيف في مخه اولياء تطور جيل اولياء قاريه وكذا لغه الاعجاز هناك من يريد ان يعرق للنجاح ونتصور انا اليوم فهمت انه جاوا برشا ناس لتونس مديرين فنيين وجات ناس كوادر قبل جيل اخر ومشى لانه جاب باش يخدم لغه الاعجاز مثلا راه حاجه مثاليه انت شفت تعملها راه الالمان حاجه راه نخدم دول خدمت دول طلعت سويسرا كنا ناكلوا منها من الشوكولاته تولت عندها اقوى منتخبات الشبان كاس العالم تترشح يوغوسلافيا ما نحكيش لاني منبع فريق صربيا منتخب صربيا 20 سنه قبل 3 سنين لعب كاس العالم 4 سنين لعب كاس العالم ضد البرازيل وفاز به دول صغيره طلعت وتخدم شفتوا في كاس العالم في كاس اوروبا في بطوله شفتوا الفرق اللي طلعت جديده واللي عندها كوره واللي عندها اللي يخدم واللي مخه نظيف والناس اللي تحب تعلم لما ما نفهمش في الشيء لا ادعي انا شوف انا عمري ما نجم اكون دكتور ولا مهندس حتى كان تعطيني في الشهر 200 مليون ونقول لك ماهيش مهنتي خلقت كلاعب لعبت كره قدم قريت كره قدم اليوم نحب نعيش في كره قدم ونموت فيها كي جيت لنادي صفاقس الحاجه اللي ممكن باهية والحاجة اللي قاعدة ديما نشوفها معناها ثم هناك من أراد أن ديما يتهمني الاتهام أنا ولد النادي الإفريقي نعم أنا ولد النادي الإفريقي لكن أنا كي جيت للنادي الصفاقسي جيت 25 سنة ما شفتش تونس معناها 25 سنة بطريقة أخرى ما دربتش في حتى فريق تونسي دربت في أوروبا كي جيت لقيت روحي لابس زي النادي الصفاقسي ودخلت شفت جمهور النادي الصفاقسي وشفت أولادي كيفاش انتصاراتهم وبكاهم وربحهم نتصور حتى اليوم وانا نغادر نادي صفاقسي واش نمشي ولا باش نقعد النادي صفاقسي باش يبقى نقولها في كل باش يبقى ديما في قلب عبد الحق العايمي معناها مع نادي تكونت فيه هو نادي الفريق نادي صفاقسي باش يبقى ديما معايا والله شوف انا شوف تونس نعرفوها نحن وتعرفوها انتم قبلي في كل المجالات وانا راني انسان معناها متواضع لكن في العمل صحيح بلغته صحيح راني نمشي كان في اللي نحبه انا ونعرف اللي طريقي كيفاش نشق الانسان اللي شق طريقه في غربه الغربه راهي صعيبه ياسر معناها كي تشق طريقك في غربه معناها بالنسبه لي هنا حاجه عاديه برشا ناس يقول لك تونس لا الغربه اقوى من تونس ياسر كاجنبي تونسي باش تدخل مع الالمان باش تدخل مع النمساويين ومع التشيك ومع اليوغوسلاف مدارس قويه معناها بالنسبه لي انا لكن العراقيل في تونس في كل معناها الانسان يحاول يتجاوزها تلقى اعداء النجاح تلقى اعداء الانسان المنضبط فرحان بحاجه اني على الاقل وظفت حاجات نجم نوظفها نجم نعطي اكثر كسبت فريق كسبت جمهور شخصي حبني برشا نجم نقول علاقتي بيك عملت الحادث الوالد قال لي كلمه عمري ما نسيتها قال لي ناس هذه تحبك زوز تليفونات نهارين مسؤولين كبار ما مش موجودين حاليا لاعبين كبار اتصلوا بيا جمهور ما نعرفوش ناس على كل المواقع قولي رانا نقدروك رانا نحترموك كي نمشي نحوس في الشارع نلقى كل احترام ناس عرفت اللي الانسان هذا خدام يخدم على روحه يحب يوصل ونادي شخصي ديما باش يبقى في حياه عبد الحق العلاني.
شوف في تكوين الشبان أنا نمن التأطير قبل ما نحكيو على الأمور الفنية. الأمور الفنية ذيك ما ثماش جدال فيها، الأمور الفنية اللي باش يتعلم كورة وباش يتعلم الأمور التأطيرية والأمور التكتيكية. في أوروبا لاعب 14 سنة هو داخل باش يترين وعارف كل شيء، هو عارف أنت كي تحط في يعرف شنية باش يترين، هو في الملعب أنت كونترنور كي تعطيه نقولوا بالألمان أوف جابا كي تعطيه مسؤولية هو باش يلتزم بها، لا يزيد عليها لا ينقص عليها. اللاعب التونسي حتى في السنيور شفنا حتى ما ينسى التكتيك، ما يلقاش روحه في التيران، يعمل اللي يحب هو ما يحبش المدرب. معناه التكتيك راه هو كرة القدم، يبدا من 14 سنة ذهنيا نقولوا حتى قبل نجم تأطر. التكتيك بالنسبة لي هو تأطير اللاعب، تأطره في حياته، شوف اللاعب اللي نظيف راه ديما يوصل. اللاعب في كيوسف 17-18 سنة اللي يسهر واللي كذا يتعود عمره ما ينجم يوصل. التأطير اللاعب نحكيه فنيا باش يتكون، بعد تجي التأطير الذهني والتأطير التكتيكي هو اللي باش يعطي لاعب حتى المنتخب. يعني انا نتحدث كتونسي اليوم، انا في نادي شخصي نتمنى نشوف منتخبات شبان باهية، نتمنى نشوف كرة تونسية. عشت أوروبا ما شفتش، يحبوا يقولوا ما شفتش، معناها حبيت نشوف محاضرين دوليين، حبيت نشوف لاعبين كبار، فهمتني؟ بخلاف حاتم طرابلسي ثم ناس نحن نحبوا نزيفوا الحقائق. نحن مثلا نتحدث اليوم، انا دخلت اتحادات كرة القدم ومشيت وشفت وخدمت وقريت، نشوفها كي تجي نفتخر كي تجي صورة حاتم طرابلسي ولا كي تحطوا على جاكس مدرسة في كل العالم، كلها تقرط عليها مدربين، كلها قرط عليها في الشباب، نقول لهم راه في جاكس لاعب اسمه كذا كذا. اعطيني بعد حاتم طرابلسي وزبير باي لاعب نجح في الاحتراف، انا نتمنى نشوف لاعبين كبار توانسه في البايرن وفي دروكبا ولا سامويلت، وشكون ما يعرفوش في اوروبا وليدات صغار الموش على راسه يبدا لابس مريول دروكبا ويجري به. ثم عنصريه ما ثماش، دروكبا سفير الكره نتاع بلاده، ايتوس سفير، مع ان احنا كورتنا راهي ما طلعت جوارات كبار، كورتنا قعدنا نتعاركوا على بطولات وعرك وترنرات مع بعضنا. ان شاء الله نحبوا بعضنا، ان شاء الله نخدموا من اجل المنتخب، وان شاء الله نشوفوا منتخب، لاني انا في نادي صفاقس اليوم، لكن انا تونسي نحب نشوف منتخب تونس في كاس العالم، ونشوف منتخب يترشح للثمن النهائي، ونشوف منتخبات شبان، ونشوف طبعا من ولادي اللي دربتهم في نادي صفاقس في المنتخبات. موسم نعتبره ناجح في الظروف اللي نحن عشنا فيها، في السنة عندي ستة شهور فهمني الكلام هذا كل عمنا رأوا في ستة شهور الإنجاز، يعتبر موسم باهي، موسم حضرنا فيه لاعبين للسينيور، ما وقفتش السينيور، وقت الفيفا قلت لك أنا ما نعطيكش وما تنجمش تجيب، قلنا لها نحن عنا رجال، لقينا جوارات 8 جوارات دعموا لعبوا، شبان عندها قدرها كي تشوف الكادي بي في الكوب كالبونتو اللي تماركا نجم نقريه عليه، نجم الناس اللي فاهمك فاش تقري عليه، هذاك يسمى في تكوين اللاعب تخريج الكوره وتكوينها. هذا اليوم كي تشوف ايكول من احسن ما موجود، اليوم كي تشوف 4 لاعبين من الاواسط في النخبه، نقول موسم ناجح. موسم كي تشوف اليوم في 3 أيام فرق تفكنا في جواراتنا وتهرب فيهم وتغري فيهم، موسم ناجح، وان شاء الله القادم باش يكون انجح برشا من اللي جاء، لانه كان نخدموا وكان نقاو راحتنا واستراتيجيتنا باش تكون حاجات باهيه في نادي صفاقس ان شاء الله. نجيب دور الاخبار مقدره في نادي صفاقس في الفتره الاخيره، في مرحله اولى مع المفاوضات مع النادي الافريقي، في مرحله ثانيه العروض مع النادي الاسماعيلي، هل انه السيد عبد الحق العليمي يريد مغادره النادي الرياضي صفاقس، ام هناك بعض الاسباب التي تحاول شوف مفاوضات ثم مفاوضات، ما نجمش اليوم نكذب ولا نقول لك نكذب الناس، صارت مفاوضات. هذه اليوم نحن كمدربين ولا مديرين فنيين ولا لاعبين، هذه فترة العروض وفترة وتعلمنا في الاحتراف تسمع أي واحد تقعد معاه، نحترمه لكل العروض، لكن أنا عقدي ل 2019 في النادي الصفاقسي، إن شاء الله كي إن شاء الله واحد كيلقى راحته ويلقى كيفاش يخدم ويلقى اللي ينجم يمشي به يكمل خدمته اللي بداه، لانه ما نحبش نهدي خدمتي بلغه، مانيش ايغويست بلغه، مانيش نعرف اللي بنيت حاجه، نعرف اللي بنيت حاجه ينجموا يلقاوها من بعد، باللي ثم حاجتهم بعد يشوفوها، لان البعد النظر يزمك فنيين باهيين وفنيين كبار. كفني كي تكمل خدمتك نجم تقول حتى اللي كنتي وحتى الفريق باهي. اليوم حتى كي نغادر نادي صفاقسي نغادرها بكل اريحيه، نتمنى لها التوفيق، وراو تاكد انه ديما قلت لك الفريق هذا باش يبقى ديما في مخيلتي، ديما باش نبقى قريب ليه في اي وقت. نادي صفاقسي عبد الحق موجود في اي وقت، في اي وقت في خدمه نادي صفاقسي. موضوع خروجي يزمني نشوف روحي في انجازاتي، في نشوف روحي في راحتي،
وكما قلت لك راهو 2019 راني عقدي 2019 انا سي محترف اول ما نجمش نتجاوز عقد. عندي ارتباطات مع فريق نحترمها، نحترم الفريق، نحترم الجمهور، نحترم المسؤولين، نحترم العساس اللي موجود، نحترم الناس اللي تخدم في المركب كلها كيف كيف. ان شاء الله يكون معنا ان شاء الله معنا ان شاء الله ان شاء الله معنا القادم يكون والله علمتني تعبتني صارتني والله علمتني الدنيا علمتني ربي سبحانه وتعالى النصيب والحياة. أحيانا ربي عنده حاجات يوفرها للبشر ما نعرفوهاش نحن، نمن بها برشا. مسألة بقائي ولا مسألة خروجي من نادي الصفاقسي نخليها للأيام، واللي باش يكتب ربي أنا راضي به. وكما قلت لك راني نعاودها لك، راني نعتبر روحي ثم ناس نوجه لهم كلمة ذي، راني ولد النادي الصفاقسي، ما تنجمش تجزأني مانيش براني. أولا نقولها لك، أنا تونسي وتعودت باللغة الألمانية، يقول لك شبين دوتشا، أنا ألماني، أنا ما نمنش بجهويات، أنا في بلادي. وحاجة أخرى اللي 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 اللي, اللي اعتبرني ثم ناس اعتبرنتني هذه، نقول اعتبر براني وحبوا يدخلوا هذه ولد كذا، مانيش بنرمي روحي على حتى جمعية، أنا إنسان عندي، لكن أنا ولد النادي الصفاقسي، عشت فيها أيام باهية، جيتها من غربة 25 سنة، حبيت فيها ناس، حبوني جمهور، الجمهور هو اللي خلاني نحب الفريق هذايا برشا، ونعتبر روحي إن شاء الله نكون حتى كي نخرج من النادي الصفاقسي عندي أصحاب وعندي أحباب وعندي أولاد ونرجع لها في أي وقت إن شاء الله، وباش نرجع النادي الصفاقسي. والله خدمنا 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 فيها، احترمنا الناس. احترمناهم الكل، خدمنا معهم، ما شافوا مني كان الباهي من ناحيه المعامله الانسانيه كرويا وفنيا. انا انسان قلت لك انا اؤمن بان الفني فني والاداري اداري، انا انسان نحب نتحمل مسؤوليتي كامله ونتحملها في حاله النجاح وفي حاله الفشل. عمري ما خاف، حتى كي نفشل نطلع نقول ونعطي الاسباب، ثم اللي يتخبى من الفشل ويرمي لغيره، لا نطلع نقول فشلت. لكن الحمد لله في مسيرتي الرياضيه كلها الحمد لله ربي توفيق ووفقني سبحانه وتعالى في محطات عديده صعيبه وفي غربه بنجاحات باهيه، لاني الخدمه هي اللي تجيب، راي الخدمه والمصداقيه، الحاجات الاخرى اللي يقولوا هاي تجيب انا ما نمنش بها، نمن كان بنظافه، ونظافه واللي يقبلني بنظافتي وبمصداقيتي وبخدمتي مرحبا به، واللي ما يقبلنيش انا ما نقبلوش. هذا هو عبد الحق العليمي. والله كلمه الختام، فرحانين بولادنا، فرحانين بوجودنا في نادي صفاقسي، فريق كبير. قول جمهور صفاقسي راكم انتم باش تبقاو في القلب، معناها باش تبقاو في القلب ان شاء الله باذن الله.